سيفيليزاسيون تاع الكراج. السلام عليكم ورحمه الله. الزول في اللامن مهبول المراديه قال بلي نسبه المشاركه ما تهموش، وقال لي يهمه هو شكون يخرجوا من الصندوق، وكان يقول انه ما يهمه. هذه في حوار تلفزي قال اللي يهمه هو ان تكون انتخابات نزيهه ونظيفه وما فيهاش تزوير. هذا من المستحيلات السبعه، من المستحيلات السبعه، بيسك التزوير قنينة واهدي على طبق من ذهب للمستفيدين من التزوير. اليوم احزاب شاركت في هذه الانتخابات المزورة واعترفت وأعطت الدليل على أن الانتخابات هذه مزورة، شدي أكثر من هيك. وهذا جاء في صحافة بودور اللي تقول توجهت قوائم حزبية وحرة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي برسالة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي تطعن في نتائج وظروف إجراء الاقتراع على مستوى ولاية بجاية، وطلب مرشحو حزب المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح والفجر الجديد وصوت الشعب والحرية والعدالة والتجمع الوطني الديمقراطي إرندي والقائمة الحرة أحرار الصمام، بالإضافة إلى مترشح عن جبهة التحرير الوطني، في رسالة تحوز يومية الخبر نسخة عنها بإلغاء، هذه تطالب بإلغاء نتائج الاقتراع على مستوى ولاية بجاية مع فتح تحقيق في شبهات التزوير التي شهدتها العمليه. تكلموا على بجاية برك، راهي بارتو، وكيفاش صرا غير في بجاية وما صراش في الجوايه الاخرين؟ في بجاية وعلاش؟ لانه الاخرين خرجوا زيرو ما دوال وعطاو كلش لا فلان، وكاين واحد من فلان اللي كان حاب يدي وما داش ما حطوهش. وتشوفوا عدد الاصوات اللي داها صحاب لفلان في بجاية. نكمل واش يقولوا، وين راهو التزوير؟ يقول لك قال الموقعون على الرسالة ان النتائج المحصل عليها في المركز الانتخابي تالا حمزة التابع لولاية بجاية لا يتقبلها العقل ولا الضمير، وذلك لان الاصوات المحصل عليها على مستوى المركز المذكور تقدر بأكثر من 3117 صوت من أصل نحو 4000 مسجل في القائمة، ما يعادل أكثر من 70% من مجموع الأصوات المعبر عنها على مستوى الولاية. وأضافت الرسالة أن هذه الأصوات تم التعبير عنها في ظرف وجيز، كما أنه لم يتم إبلاغ المترشحين بهذا المركز حتى يتم وضع مراقبين على مستواه. وكشفت الرسالة في نفس الوقت عن وضع مجمعات انتخابية على مستوى الولاية من دون إعلام المترشحين أو التشاور معهم. ويذكر أن قائمة جبهة التحرير الوطني قد فازت بثمانية مقاعد من أصل 9 بولاية بجاية، فيما فاز القائمة الحرة أمل ومستقبل بمقعد واحد. قال لك حط بوناو الصندوق في مركز واحد حطوا فيه 3117 نصوت، ولكن حسب معلومات أخرى وموثقة، لأنه هذو مثلا مزورين، هذو صحاب الرسالة مزورين واستفادوا من التزوير في جهات أخرى، معلومات موثقة تقول أنه في ولاية بجاية ما كانش اللي فاز ب 3000 صوت، لأنه هذا لما يقول لك كان 3117 كي على مستوى مركز واحد، كي تزيد المراكز الأخرى شحال رايحة دير؟ رايحة دير
وما نقول لك لا ما كاش منها، هذه تاع 3000 صوت. القوائم اللي عندنا تاع بجاية هاي اللي تشوفوها قدامكم، انه حزب جبهة التحرير الوطني فاز بثمانية مقاعد، هاي واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية مقاعد يشوفوا هذا أنكادري بالروز. شكون هما هذو اللي فازوا؟ بقى فهم ب 17 صوت يمثل ولاية بجاية ب 17 صوت. بكوش نور الدين ب 23 صوت. حاجي مقران 14 صوت. حناشي رياض 28 صوت. تصور تبي يعني يمثل ولاية بجاية ب 28 صوت هذا. ديمان سعيدة ب 10 أصوات. سعودي أنيس 11 صوت. مخلوفي سميرة 12 صوت. ومقراني وهيبة ب 11 صوت. هاي ليك الناس اللي فازوا. يبقى انه مثلا موالفي سامية اللي حصل على 13 صوت ما داتش ما جازتش، واللي ب 11 و 10 أصوات جازوا. روح حتى تفهم. هاي القائمة قدامكم تشوفوها تحزبها التحرير الوطني ومعلمين على اللي فازوا. ما كاش اللي دا 3000 صوت ولا دوك. هادو تنشوف السراقين كي ما تفهموش على البيوتان يسرقوه، على الشيء يسرقوه، عاد يكشفوا في بعضها. هذا بيحصل في بجاية لانهم هذا اللي حاط صوت احرار الصمام. هذا يا احرار الصمام يجوا يشاركوا في انتخابات مزوره صافا با الزلام العصابه في الصمام. وي الزلام ولاد الحرام في الصمام، ولاد حرام الصمام اللي نحط في الصمام كاين ولاد الحرام بارتو. 13% ما قال 20% هي راهي 19 ولا 17 ولا لا. ولاد حرام مشاو يصوتوا معانا. اللي ماشي يقول يصوت لان اللي صوت ولد حرام، اللي يخدم ولد حرام راه ولد حرام، اللي ما يحاربش ولد حرام ويشاركوا في الجريمه راه ولد حرام. يزم سو كي سا سام سو ريسامبل سو كي سا سام سو. ما تجيش تقول لي لا ظروف. واش من ظروف؟ تشوف بلاد مهلوكه يسرقوا فيها ياكلوا فيها ولاد الحرام وتجي تصوت لهم وتشارك معاهم؟ لا لا. من بعد تفيق على روحك. درك هادو جا قال لك هم زغرورا. لا، السراقين كلكم في بعضاكم. كيما تفهمتوش عشي اللي تسرق وليتو تكشفوا في بعضاكم. كيما سرقت العصابه الفوق سرقوا بعدو يحطوا في بعضهم في الحباس، جنرالات في الحباس ووزارة ومناعة مين وكذا، وهي ماشية. هذه هي الحكاية. سينا كلهم كيف بعضهم، مكانش واحد فيهم اللي قال يقولوا به الناس ولا عنده مواقف ولا عنده تش تجي تقول باش تمثل الشعب. هذا برلمان، هذا لما تشوف 76 77% الشعب ما صوتش قاطع. يا اخي تقول الديمقراطيه الاغلبيه تحترم الاقليه، داكور، لكن الاقليه تخضع للاغلبيه ماشي العكس. هذا الا في منطقه بون مهبول المراديه اللي نقولوا عليه المنطق هذا، يقول لك الأقلية هي اللي تحكم، لأن هذا الإنسان رفع عنه القلم لما يقول هذا الكلام، وتبين أنه فقد قدرة التمييز بين الصالح والطالح، بين الحرام والحلال، بين الأغلبية والأغلبية. واللي قادر يثبت لنا العكس يتفضل يتفضل. اللي قادر يثبت لنا العكس يقول لك لا، اللي راهو يقول فيه تبون راهو
هذاك هو الواقع وهذاك هو الصح وهذاك هذاك هو المنطق. ويقولوا هذا ما غدوا نتحيوا له هذا تبونا. ربي يقدر الخير لبلادنا ويبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.